ولكن شو عقبه؟ قال لاحظوا ولنعم المصلى هو هاي. طب خلص كان يقول لنا انه خلص ثوابه في المسجد النبوي 4 أضعاف مثلا، ضعفين، تمام، وخلاص على قد السؤال. شو كانت تكملة الكلام؟ ولنعم المصلى هو ولا يوشكن. اذا في ديروا بالكم في اكثر من عامل في موضوع الثواب. هو بتقول لي الصلاة في من اكبر، طب ما في عوامل اخرى غير موضوع انه الصلاة في مضاعفة، في شيء ثاني بضاعف الثواب في غير قضية انه صليت انا فيه. فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انه الصلاة في مسجد كذا والصلاة في المسجد الاخر، لكن ولنعم المصلى هو، لاحظوا، ولا يوشكن ان يكون، او ولا يوشكن لان يكون للرجل مثل شطن فرسه من الارض. وسبق قلنا شطن الفرس يعني قديش، متر مربع يعني من الارض، ما هو شطن الفرس اللي هو حبل الفرس، الحبل الرسن يعني الرسن. ها في احاديث ثانيه ذكرت شطن وغيره بيدل على انه المقصود فيه هذا ما يساق فيه الدابه هاي الفرس. طب هذا قديش طوله يعني؟ يعني في النهايه لو بدك تضبطه على الارض اقل من متر مربع، اقل. ولا يوشكن ان يكون للرجل مثل شطن فرسه من الارض حيث يرى منه بيت المقدس. يعني بيش الرؤية البصرية، انتم بتشوفوا بيت المقدس ولا لا لما تطلعوا من المسجد بالعين البصر؟ نشوفوا ولا ما نشوفش؟ مالكم انتم بطلتوا تشوفوا؟ نعم. اذا عم بعطيك المدى. ولا يشكن ان يكون للرجل مثل شطن فرسه من الارض حيث يرى منه بيت المقدس. المتر هذا اللي انت فيه حيث يكون بيت المقدس في حدود الابصار خير له من الدنيا جميع، خير له من الدنيا وما فيها. ايش يعني؟ انتبهتوا؟ ايش يعني؟ معناته المسألة بتسأل كأنهم بده يقولهم الرسول انت بتسأله الصلاة فيه هون قديش ثوابه؟ طب ما هو راح يجي وقت عليه، انتبهوا الآن كيف صارت المسألة؟ راح يجي وقت عليه اللي بيكون موجود يعني في قطعة صغيرة من الأرض بحيث يرى بيت المقدس، بس يشوفه، بس مش يصلي فيه كمان، بس يشوفه. خير له من الدنيا جميعا، خير له من الدنيا وما فيها، روايتين، تمام. انتبهنا ايش القصد، كيف انه الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم شو يعني لا هو 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 خير له من الدنيا وما فيها، روحت الدنيا. اذا ثواب عظيم الصمود في هذا. ولذلك هو الصراع اليوم، الصراع اليوم بيشتد وين؟ شو هالصدفه هاي؟ الصدفه هاي بيشتد وين؟ مش بيشتد في دائره مداها الرؤيه؟ اشتد الصراع وين اليوم؟ بيشتد الصراع على القدس اليوم وين؟ في الدائرة اللي مداها الرؤية. معناته اللي بيصمدوا في داخله حتى لو ما صلوا فيه، حتى لو ما صلى، بتسألوني عن الصلاة؟ كان بدي اقول لهم تسألوني عن الصلاة؟ راح يجي يوم اللي بيثبت على متر مربع واقل طبعا حيث يرى بيت المقدس، هذا افضل له من الدنيا وما فيها.